اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده ان شاء الله هيكون فيديو شيق جدا، في بعض المعلومات عن طريقه فحص وقياس القطع الالكترونيه داخل اي باور سبلاي او اي دايره الكترونيه. ده بيسهل عليك اكتشاف القطع التالفه بشكل سريع، وامتى نشيل القطعه من البورده عشان نتاكد من سلامتها، وامتى نقدر نحكم على القطعه وهي راكبه على البورده. ده موضوعنا النهارده ان شاء الله الكل يستفاد. تابعونا بعد الفاصل. معانا دايرة باور سبلاي، وان شاء الله اللي ينطبق على الدايرة دي هينطبق على اي دايرة او اي جهاز اخر. دايما لما نبدأ فحص اي دايرة لازم تكون ملم بمخطط الدايرة بشكل مبدئي على الاقل، حتى لو انت مبتدئ او هاوي، وتكون عارف هتبدأ منين. دايرة الباور بتبدأ دايما من فيشة ال 220 فولت والفيوز ودايرة الفلتر، ثم البريدج ريكتفاير، والمفروض هنا في مكثف تنعيم والان تي سي وترانزستور الباور او اي سي الباور وبعض القطع الالكترونيه اللي بتشغل الاي سي ودايره الاخماد او السنيبر سيركت والمحول ودايره فيدباك وديودات الاوت بوت ومكثفات الاوت بوت ثم سوكت الاوت بوت. ده بالنسبه لدايره الباور. ولكن بشكل عام لو انت هتفحص كل الدايره هنشوف مع بعض الخطوات واهم القطع اللي ممكن تفحصها وتكتشف الاعطال بتاعتها. طيب مبدئيا لو الجهاز عامل شورت او عمل قفله في كهرباء 220 فولت، غالبا بيكون الجزء الاولي او جزء التيار العالي هو اللي فيه المشكله، ومبدئيا هتلاقي الفيوز ضارب. عملنا فحص على وضع الصافره، وطبعا وضع الصافره الدايود ما نستخدموش اثناء توصيل الكهرباء 220 فولت. طيب على وضع الصافره هنشوف الفيوز. اول حاجه الفيوز سليم، هنتتبع مسار التيار من احد اقطاب الفيشه، موصل بالفيوز، موصل بالطرف الثاني من الفيوز مع البريدج ريكتفاير. اذا كده مسار التيار حتى البريدج ريكتفاير سليم. نشوف المسار الثاني، موصل بطرف ثاني من البريدج دايود. اذا التيار داخل على الفيوز ثم المكثفات والفيرستور والملف والبريدج ريكتفاير. طيب تعالوا مع بعض نقيس دايودات البريدج ريكتفاير. هنقيسها على وضع الدايود. البريدج ريكتفاير ما بيكونش فيه اي قطعه الكترونيه موصله معاها توازي، وبالتالي يجب ان تعطي قراءه دايود بشكل صحيح، يعني قراءه في اتجاه الاتجاه العكسي مفيش قراءه. تعالوا نشوف مع بعض، اتجاه عكسي مفيش قراءه، الاتجاه الامامي في قراءة، ولازم ناخد لبالنا القراءة كام؟ 570 تقريبا. اذا كل القراءات في الاربع دايودات يجب ان تكون في هذا الاطار، لان في حال حدوث شورت بتتأثر البريدج ريكتفاير حتى لو كانت الدايودات سليمة، يجب استبدالها لو القيم متطرفة. 578 يعني فرق بسيط، 570 578، اذا القيم متقاربه، اذا الديودات سليمه 100%. ولكن لو لقينا 400 وديود ثاني 500 وديود ثاني 600، يجب استبدال الاربع ديودات بنفس امبير وجهد الديودات. ده بالنسبه للبريدج ريكتفاير. بالنسبه للان تي سي، الان تي سي بتكون قيمها غالبا من 5 اوم ل 15 او 20 اوم. تقيس على وضع المقاومه، يعني 9 او 10 اوم. اذا قراءه سليمه. لو لقينا الان تي سي قيمتها اعلى من ال 100 اوم، اذا تالفه 100%. لو مفيش قراءه واوبن سيركت، اذا تالفه ومش هتوصل تيار لشحن المكثف. ده بالنسبه للان تي سي. بالنسبه لقطع تشغيل الاي سي مش هنتطرق ليها، لان دي محتاجه فيديو خاص بيها، ولكن هنقيس مثلا دايود السنابر سيركت. اتجاه امامي في قراءه، اتجاه العكسي مفيش قراءه. اهم حاجه في الدايت ده ما يكونش فيه شورت او فيه صافره او يعطي اصفار او يعطي قراءه في الاتجاهين، وفي حال اعطى قراءه في الاتجاهين لازم تكون القراءه مختلفه. لو اعطى نفس القراءه يعني في 600 في الاتجاهين، اذا غالبا بيكون تالف، وعشان نتاكد لازم نرفع طرف من اطراف الدايت ونقيسه خارج البوردة. ولكن لو اعطى قراءتين مختلفتين، يعني هنا مثلا 500
وفي الاتجاه العكسي أعطى مثلا قراءة 1000، في الحالة دي ممكن تكون في قطعة موصلة توازي مع الدايود. وفي كل الأحوال لو في قراءة في الاتجاهين لازم نرفع طرف من أطراف الدايود ونقيسه خارج البوردة. طيب ده بالنسبة للجزء الجهد العالي. بالنسبة للأوبتوكوبلر أو الفوتوكوبلر بنقيس على وضع الدايود الطرف اللي فيه الليد بيقيس في اتجاه واحد أو قراءتين مختلفتين. ده الاتجاه العكسي للليد، مفيش قراءة في الاتجاه الأمامي للليد، هيعطي قراءة ليد. تمام، إذا الجزء الأول سليم. بالنسبة لجزء ترانزستور مفيش قراءة، مفيش قراءة. لو أعطينا جهد بتيار منخفض من خلال مقاومة بالظبط كأننا بنشغل ليد في اتجاه الليد موجب وسالب، المفروض هنا هنلاقي فيه مقاومة أو شورت سيركت، يعني الطرفين دول اتوصلوا ببعض. طيب ال LM431 هنشوف القياس بتاعه، لازم طبعا ما يعطيش أي صفارة في أي اتجاه كده، مفيش كده قراءة دايود وفي المنتصف قراءة دايود. طيب لو عكسنا الموجب هنا مع الطرف الأيمن والسالب مع الطرف الأيسر، ما ينفعش يعطي قراءة لأن زي ما قلنا ده داخليا عبارة عن دايود. طيب الطرف الأوسط مع السالب برضو مفيش قراءة. طيب تعالوا نشوف دايودات الأوتبوت. انحياز أمامي فيه قراءة، طبعا ده شوتكي دايود فبيكون القراءة بتاعته منخفضة، وفي الاتجاه العكسي مفيش قراءة. الدايود اللي بعده 200 قراءة منخفضة طبعا شوتكي دايود في الاتجاه العكسي، أعطى قراءة والقراءة متزايدة. دي قراءة بتلخبط كتير من الناس وبيقولوا إن الدايود ده تالف، ولكن القراءة دي عبارة عن تيار شحن المكثف الموصل مع الدايود. إذا في الاتجاه الأمامي هيعطي قراءة، قراءة ثابتة، وفي الاتجاه العكسي يعطي قراءة متزايدة، ده بسبب تيار شحن المكثف الموصل مع الشوتكي دايود، وده بيكون دايود سليم 100% مفيش أي مشكلة. إذا القراءة المتزايدة في الاتجاه العكسي ده شحن مكثف، مش محتاج إنك تشيل أصلا الدايود ده، سليم 100%. طيب هنشوف الدايود اللي بعده انحياز أمامي. هنا تقريبا ده شورت يعني أصفار. طيب ده في الاتجاه الأمامي، طيب في القياس في الاتجاه العكسي نفس القراءة، إذا في شورت في الدايود أو في البوردة ما نقدرش نحدد. طيب تعال نشوف على وضع الصافرة، على وضع الصافرة أعطى صافرة 2.6 في الاتجاه العكسي 2.6. طيب إذا محتاجين نرفع الدايود رقم 3 أو الدايود الأوسط. هنشوف الدايود اللي بعده 2.6 و2.6، إذا برضو في شورت في الدايود أو على البوردة، ما نقدرش نحدد غير لما نشيل طرف من أطراف الدايود. هنشيلهم مع بعض بس نشوف باقي آخر دايود، قراءة الدايود وقراءة عالية. طالما ان قلنا اكتر من مرة ان لو القراءة مختلفة اذا الدايود غالبا سليم 470، وفي الاتجاه العكسي 2700، اذا في اختلاف في اتجاهات الدايود، اذا الدايود سليم ولكن في قطعة الكترونية موصلة مع الدايود. هنشيل الثلاث دايودات ونتأكد العيب في البوردة ولا العيب في الدايود. اذا دي الحالة الوحيدة اللي ممكن نشيل فيها الدايودات، لما يكون في شورت او قراءة في الاتجاهين، ولكن القراءة في الاتجاهين لو مختلفة زي الدايود الاخير قلنا 700 في الانحياز الامامي و2000 في الانحياز العكسي، اذا غالبا بيكون سليم وفي شيء موصل معاه توازي. وهنشرح ده لو افترضنا ان ده الدايود. تمام، وفي قطعة الكترونية مثلا لو مكثف والمكثف ده عامل شورت، لما اقيس طرفين الدايود هقيس شورت،
فالشورت اللي موجود على المكثف هيأثر ويعمل دايرة كسر في الدايود. إذا لما أشيل الدايود من البوردة بالشكل ده وأقيس من الطرف ده والطرف ده هلاقي الشورت اتشال، ده لو المشكلة مش في الدايود. لو المشكلة في الدايود هلاقي الشورت لسه موجود. طيب في حالة إن القراءة منخفضة في الاتجاه الأمامي، القراءة في الاتجاه الأمامي منخفضة وفي الاتجاه العكسي أعلى، ده تفسيرها إيه؟ تفسيرها إن في مقاومة موصلة مع الدايود. في حال القياس في الانحياز الأمامي، التيار هيمر من الدايود وله مقاومة ومتوصل معاه توازي مقاومة أخرى، وبالتالي القيمة الإجمالية للمقاومتين، مقاومة الدايود والمقاومة اللي موصلة مع الدايود، هتكون قيمة أقل من مقاومة الدايود. يعني لو الدايود لوحده خارج البوردة بيعطي 500، لو موصل معاه مقاومة ممكن يعطي 400. ليه؟ لأن المقاومات لما بتتوصل توازي بتقل في القيمة، ده بشكل عام. طيب في الاتجاه العكسي ليه بتكون المقاومة أعلى؟ لأن في الاتجاه العكسي لما التيار بيمر من البروب الموجب للمالتيميتر في الاتجاه ده هيمر من خلال المقاومة فقط ومش هيمر من خلال الدايود، لأن الدايود طبعا هيكون التيار عكسي بالنسبة للدايود فمش هيمر في الدايود، وبالتالي هتكون قيمة المقاومة فقط ومش هتضاف عليها مقاومة الدايود. وبالتالي لو المقاومة مثلا 2000 أوم أو 2 كيلو هنقيس 2 كيلو، ولكن في الانحياز الأمامي هتضاف ال 2 كيلو الخاصة بالمقاومة مع مقاومة الدايود، وبالتالي هتقل عن ال 2 كيلو وهتكون الإجمالي أقل من قراءة الدايود لوحده، فهتنخفض القراءة من 500 ل 400. ده تفسير إن القراءة بتكون منخفضة في الانحياز الأمامي ومرتفعة في الانحياز العكسي، ولكن المهم ما تكونش القراءة ثابتة. تعالوا نشوف مع بعض، هنرفع التلات دايودات دول ونشوف كان في 2 شورت والأخير قيمة القراءة مختلفة في الاتجاهين. زي ما حضراتكم شايفين رفعنا التلات دايودات من على البوردة، طرف واحد كفاية، وهنشوف القراءات. الدايود الأول ده كان عامل شورت، هنشوف في الانحياز الأمامي أعطى قراءة طبيعية، الاتجاه العكسي مفيش قراءة، إذن الدايود سليم والمشكلة في البوردة. هنشوف الدايود اللي بعده 470 قراءة طبيعية، والانحياز العكسي مفيش قراءة، إذن الدايود التاني سليم والمشكلة في البوردة، وغالبا سبب الشورت واحد، إما مكثف عليه شورت أو منظم الجهد عليه شورت. طيب هنشوف الدايود اللي بعده برضو القيمة سليمة 470 وفي الاتجاه العكسي مفيش قراءة. طيب تعالوا نشوف مكان الدايود، مكان الدايود اهو في قراءة، إذن في قطعة إلكترونية موصلة توازي مع المكثف وده مع الدايود، وده سبب القراءة في الاتجاهين. ولكن دايما بنقول القراءة لما تكون في الاتجاه الأمامي أقل من الاتجاه العكسي، إذا دي حاجة طبيعية ما فيش أي مشكلة. طيب في الدايود التاني الشورت، الشورت موجود على البوردة بعيد عن الدايود، في شورت على البوردة، قيمة الشورت ده 5000. تعال نشوف هنا برضو شلنا الدايود وسليم، شوف مكان الدايود برضو 5000، اذا نفس الشورت. الشورت ما يهمناش والبوردة ما تهمناش، احنا بنشوف ازاي نختبر القطع الالكترونية والطرق المختصرة للفحص عشان ده يسهل عليك في عمليات الصيانة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عرفنا معلومات جديدة الصيانة وفحص القطع الالكترونية، وطبعا اتمنى كل اللي استفاد من فيديو النهارده يدعمنا بلايك واشتراك في القناه لو اول مره تتابعنا وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.